انا لا يمكن اطلع حاجه مش متاكده منها. طب تمام، شعرها دلوقتي مأذي. شفتي شعرها عامل ازاي؟ مأذي منك او لا ما اعرفش. شفتي شعرها عامل ازاي؟ اه. طب ما ده اللي احنا بنقوله بقى، مني او لا. هي جايه وشعرها مصبوغ، انا مستحيل اصبغ في وقت. اصل هي لو شعرها اللي انت طلعتيه التحفه ده وبقى كده يبقى انت اذيتيها برضه. في ايه؟ يعني لو انت الفيديو اللي وريتيه لنا دلوقتي ده شعرها وهي جايه لك اللي هو لغايه هنا ده وتقيل، فين ما كانش ودلوقتي اما شالت الطرحه شعرها لغايه هنا. شعرها كان هيش ازاي؟ لغايه هنا. فين لغايه هنا؟ شعرها لحد هنا بالظبط، شعرها لحد الكتف، لحد اول الكتف بالظبط. شعر حلو، دلوقتي هي شعرها مش كده خالص. انا ماليش بقى علاقه، عملت حطت صبغه حطت، طلع من عندي وشعرها ما فيهوش ولا غلط. طلع من مكان وشعرها ما فيهوش ولا غلط. لا اتدب فيه مقص ولا قصينا منه حاجه ولا صبغناه ولا عملنا فيه اي حاجه من حاجة. ولا صبغناه؟ اه طبعا. انا ما عنديش صبغه في المكان خالص. انت صبغتيش اصلا؟ اصلا اصلا. طب يبقى لازم توجهيها. اواجه؟ ما هو طول ما انت مش راضيه توجهيها. اواجه مين؟ اواجهها على ايه؟ ما مين هيصدقك؟ طب ليه حضرتك لما من الاول خالص لما هي جت قعدت هنا كده ليه ما كدبتهاش وقلت لها لازم اواجه طيب الحرج؟ يعني طلبناكي مش مطلبناكيش؟ لا ما حدش اتواصل معايا والله، رقم الشخصي في الجروب. ما حضرتك طلعتي اتكلمتي عن مين طيب؟ مين مين اسم الاعلامي اللي اتكلمتي عنه؟ ان في ثلاث اعلاميين كلموني اللي صوروا عندها. لا قلت انا مش هطلع مع المذيعه دي اللي صوروا معايا اللي قاعده تطبل لها.